بسم الله والحمد لله والله أكبر. ربنا أنعم علينا برسالة الإيمان والإحسان والإكرام والمحبة والوئام، يا سميع يا علام. قل ربي بأي ذنب قتلت؟ آية لذب إذا كان اسمها بلغوله جارية متاعه ولا عمام ولا حاجة، كل ورك رزقته بيقول لك رزق، أو جاتك اللي مش تنحسك، جاتك اللي مش مغبول، ما أنا وبداية يتجنب يحب يقابل الناس حتى أحبائه اللي هو في الود مش حاجة أصل معهم، ما عادش حاب يقابلهم، لأنه ما بشر به بمقلوب، هذا هو لم يبشر له، بل جاته سخطة إخبارية إعلامية، وقال لك خبته أو جاء من يفسد علي حياتي وصوتي وجورتي بين الناس ومش تلصق بها عار أن يعني تتزوج ويبحث بها إنسان غريب، وهذا مجرد يعني خرايب العرب المتخلفين أو ما زلنا نراه في تخلف، أو الكل أغلبهم تحت إمرة الصهاينة اللي هم أعداء الرحمن بامتياز، فلهذا ينبطح ويروب، معناها هاتي هاتشي شدي الصهيوني اش تحب نعمل لك، مقابل ذلك أن تحميني من أعدائي يكونوا من إيران يكونوا من حزب الله لبنان، المهم يكونوا إخواتنا إحنا، إخواتنا إحنا في فلسطين المغصوبة، أعيا توايا لسعود فارضين على ما يدخلوا في علاقات فيها فايدة حسب قولهم مع لبنان إلا ما يقضيوا على حزب الله. تبدأ تقول إذا كان إحنا نهارنا باش ندافع عن شرف ديننا وعن بقائنا أعزاء، أبدأ استنى المسألة الطول ويجيك يوم ويأتي عليك، لا تأتي عليك لعنة الله يا كلاب، يا أخوان خلق الله باسم الإسلام يا كلاب، ألا لعنة الله عليكم حتى ترجعوا إلى الله. نعود إن شاء الله.